اهلا يا بنات، كيفكم اليوم؟ بشارككم طريقة قهوتي. طبعا عندي انا كذا طريقة احب اني اسويها، واحد الطرق ثبتتها في هايلايت الانستغرام، ولكن اليوم بشارككم طريقة مرة احبها بس ما اسويها دايم، فبسويها الحين معكم وان شاء الله انها تعجبكم. جربوها وقولوا لي رايكم. اول شيء باخذ كوب صغير، وبحط فيه نسكافة كالعادة، أحط بالغطا حق العلبة، وبعدين نحط على النسكافة هذه نحط موية. كذا تكون القهوة جاهزة. الحين نسويها هنا، بحط ثلج أول شيء، بعدين بحط نسترة، بعدين حليب، بالعافية عليكم. لذ قهوة، طبعا لازم تخلطونه لأن النسترة بتبقى تحت عشان يصير حالي، لأن أتوقع الحين لو شربته بيصير مر، فلازم تخلطونه مع النسترة اللي تحت. وبس بالعافية عليكم. وصلتني اليوم منتجات من المتجر. هذه المنتجات أتوقع كل البنات يحبونها، وتعرفون الحين الأغلب يشترون ملابس العيد، يستعدون للعيد من بدري عشان في رمضان بيكون في اختبارات وكذا، فما راح يكون في وقت. فهذا المتجر يوفر مناكير وأرواج وميك اب. يعني أوريكم، الحين بفتح معاكم البوكسات أوريكم منتجاتها. أنا في الصور بس مرة عجبتني، فالحين بفتحها معكم أوريكم شكلها، وأحس إني مرة متحمسة، فخلوني أوريكم. ما شاء الله، واضح إنها مهتمة بأدق التفاصيل. يعني بس مجرد ما طلعت البوكس من الكيس طلعت ريحة عطر مرة حلوة. عن نفسي الشخص اللي يهتم بمنتجاته ويقدمها للزبون بشكل مرتب وحلو وريحة حلوة، أتحمس أني أرجع أشتري منه مرة ثانية. فهذه واضح شغلها مرة مرتب ونظيف. بفتح معكم الحين المنتجات أوريها، أوريكم إياها يعني. فيلا خلونا نشوف. خلونا نفتح الحين هذا البوكس لأنه واضح إنه المناكير، وأنا مرة متحمسة إني أشوفه. أول شيء هذا الكرت حاطته، وفي هنا حساباتهم، في التيك توك والإنستغرام، وهذا رقم التواصل. طبعا كلها بحطها لكم في صندوق الوصف، بحط لكم الروابط عشان توصلون له أسرع. فيلا خلونا نفتح مع بعض. أول شيء حاطين مزيل مناكير،
وهذا هو المناكير. الألوان مرة حلوة طبعا. تخيلوا هذه المجموعة الكاملة 60 ريال بس، يعني السعر مرة حلو، يعني 24 لون 60 ريال، فالسعر مرة مرة حلو. وفي كذا مجموعة، يعني في هذه المجموعة في مجموعات ثانية يعني ألوان مختلفة، فتقدرون تختارون الألوان اللي تناسبكم وتطلبون مناكير للعيد. ويعني أتوقع هذا السعر ما يتفوت، الألوان مرة حلوة، بجربها الحين معكم وبفتحها وأوريكم. فمرة أنصحكم إنكم تطلبون، إذا تبون مناكير أنصحكم تطلبون منها، لأن السعر بالنسبة للعدد هذا مرة حلو. خلوني بجرب هذا اللون لأن ما قد حطيت نفسه، وأحسه بيطلع حلو يعني. طبعا ما عليكم ما حطيت أظافر الباقي، بس حطيت هنا عشان أوريكم اللون مرة حلو صراحة، عاجبني، أحس يعني غير مرة عن الألوان اللي دايم أحطها. يعني أنا دايم أحط درجات الوردي اللحمي كذا، بس هالمرة غيرت حطيت هذا، فحلو مرة. الحين خلوني أفتح معاكم هذا البوكس ونشوف إيش موجود فيه. وهذه مجموعة أرواج سائلة وثابتة، بفتحها الحين وأوريكم على قدي. بس قبل لا أفتح لا أجربها معكم، خلونا نفتح الثاني. وهذه بعد مجموعة أرواج، أوريكم الحين هذه وهذه بجربها معكم. عاد أنا واحدة ما أحط ميك اب كثير، بس أحط روج ومسكرة حتى الفترة اللي راحت ما صرت أحط. فيها 12 روج، يعني مرة حلوة، حتى مجموعة الألوان درجاتها حلوة. خليني بطلع الحين الألوان كلها أوريكم. هذه 6 ألوان، كل الدرجات مرة حلوة، بالذات هذا مرة حلو، أحسه نفس الألوان اللي أنا أحبها وأحب أحطها دايم. فهذه 6، بوريكم الحين 6 درجات الثانية. هذه 6 درجات الثانية مرة حلوة، بس ما أحط أنا هالألوان، ولكن حلوة يعني اللي يحبون هالدرجات تنفع لكم. أنا عجبتني هذه الدرجتين اللي في النص، بالذات الجلوس هذا دايم أحب أحط روج بعدين أحط عليه، يطلع مرة حلو. فهذه المجموعة مرة عجبتني، فيها ألوان مرة حلوة. حتى هذه فيها 12 لون. هذا مرة حلو عجبني، بجرب الحين معكم هذه الدرجات وأوريكم إياها. جربت هذه الدرجة وأحس مرة حلوة، تنفع للمناسبات وكذا، وهذا رقمها 5. وهذا أحمر بعد للي يحبون درجات الأحمر، فهذا مرة حلو للمناسبات، وهذا رقمه 12 من هذه المجموعة. عاد هذه آخر درجة، هي الدرجة اللي أنا مرة أحبها فعجبتني مرة مرة، وهذا رقمها 6 من هذه الماركة. وجربت هذه رقم 3، هذه آخر لون. بجرب الحين هذا لأنه مرة عجبني، فبحط على يدي أوريكم. شوفوا هذا هو، أحسه إذا حطيتيه على روج ثاني أو لون ثاني بيطلع حلو، وهذه درجتها 10. وبس هذه المنتجات اللي واصلتني اليوم من هذا المتجر. بحط لكم رابط المتجر في صندوق الوصف، وايضا رابط حسابها في الانستغرام. منتجاتها جدا جميلة اعجبتني، وحتى التغليف مرة حلو، والترتيب والنظافة واضحة ما شاء الله من الشغل. طبعا قلت لكم قبل شوي اني ما احط ميك اب، فعادة تجي الميك اب عندي ما عليكم، والله مرة حوسة مرة. المهم انا ما احط، بس هذه اغراض اختي وما عاد تستخدمها، فالحين برمي الأشياء اللي ما أحتاجها ولا أستخدمها، ورتب الدرج من جديد.
وحتى كنت حاطة هذا التقسيم مع هذا هذا حنا. المهم كنت حاطة هذا التقسيم وخرب أصلا، صار بس كذا يعني ما في قطعة تحت، فهمتوا؟ المهم إنه صار يعني خرب، فبرجع بأطلع كل شيء وأرجع أرتب من جديد وأوريكم أرتب معكم. أنا ما أدري إيش جاب الطاق هنا مع الميك اب، بس هذا محلول حق العدسات وانتهى أصلا مفتوح يعني، وما استخدمته، استخدمته مرتين يمكن وخلاص فبرميه. انتم مثلي اذا شريتوا شيء واعجبكم تحتفظون بالعلبة لما تشترونه مرة ثانية. انا محتفظة بهذا العطر مرة حلو من الماجد اتوقع، بس محتفظت بها لما اشتريه مرة ثانية. شفتوا وش اقصد؟ يعني كذا مفكوك، فهذا خلاص برميه اصلا. هذا بشوف إذا أمي تبيه أو عاد بشوف مدري أو برمي يعني، لأني أصلا ما أحط ميك اب أبدا يعني أبدا أبدا في أي مناسبة، حتى لو زواج ما أحط، فما أدري ليش حطتها عندي يعني محتفظة فيها. هذه الأرواج جايتني هدية من المدرسة، مرة نتفة نتفة صغيرة يعني على طول خلصت. وهذا مدري وش يبي، مدري وش كان جوي يوم إني أحطه. والله على هالحوسة يبيلي أشتري لي شيء عشان أنظم فيه الأرواج وكذا والمناكير. اليوم يمكن أطلع، فبروح محلين كذا كماليات وأشوف شيء يناسب للدرج عشان أرتب فيه الأرواج وهالأشياء. كثير طلبوا مني قبل أن أنزلين ترتيب تسريحتي وغرفتي وكذا، بس ما كنت أفكر إني أسويه، بس الحين قلت يلا، دام إني أصلاً هاليومين ودي إني أرتب هذا الدرج خلاص حامت كبدي منه، فقلت يلا خليني أصور لكم فيديو، ولأني بعد أصلاً مقرر إن هذا الفيديو، قصدي إن هذا الأسبوع أنزل لكم كثير، فقلت يلا خليني أصور لكم في هذا الفيديو ترتيبي للتسريحة. الحين خلاص رتبت، حطيت الأشياء اللي أبيها واللي ما أبيها، فبخليها الحين بتركها كذا لما أشتري التقسيمات بعدين أرتبها من جديد. فعادي يعني ما عليه، تحمل الحوسة شوي. عندنا واجب اليوم، هو مفروض في الويكند بس اني ما سويته، قلت اخر فرصة لكم اليوم، اللي هو في الحديث قالت تستخرجين فائدة من كل حديث. عندنا تقريبا 19 حديث، فقالت تستخرجين فائدة من كل حديث. المهم عاد الحين فاضية ما عندي شيء، فقلت أسويه قبل أطلع، لأني إذا طلعت ما أدري متى أرجع، وإذا رجعت ما أدري بيصير لي خلق ولا ما لي خلق ولا بنام على طول، فخليني أسويه الحين وأرسله لها وخلاص أرتاح. الله يا بنات، جيت هذه البقالة ولقيت عندهم أشياء مرة كثير للكيك. هناك أنواع خليط الكيك، وهنا هذه ملونات طعام، وفي هنا هذه الكريمة مرة حلوة. صباح الخير، أمس رحت وما لقيت تقسيمات للدرج، فمدري اليوم بحط أي شيء عندي عشان يترتب، وبعدين إذا شريت أرتبها من جديد. ولكن الحين أنا مرة حوسة فبرتبه، وبعدين إذا شريت أرتبها زين يعني. شوفوا هذا الوسخ، ما أدري شلون يروح، أتوقع إنه ثابت ما عندي روح، ما أدري شو أسوي. وبكذا أكون خلاص رتبت الدرج، بس إن شاء الله إذا جبت المنظم يكون أرتب من كذا. فبس ما تشوفون أصلا أغراضي مرة قليل، وممكن قبل أصلا كانت قليل بس كان حوسة، فالحين قللتها ورميت الأشياء اللي ما احتاجها فقلت أكثر. الحين خلاص خلصتها، حسيت ارتحت، بروح أسوي الفطور عشان قبل تبدأ الحصة الثانية. بعد ما رتبت الغرفة، طبعا الحين الصبح اليوم الثاني، لأني ما رجعت إلا متأخر فما رتبتها.
المهم الحين الصبح رتبت المفرش والسرير ورتبت الدرج وخلاص بسوي لي فطور وأحضر باقي حصصي. الحين كذا أقدر أقول لكم صباح الخير، بفطر وبحضر حصصي وبعدها ما أدري شو أسوي.